السلام عليكم خوتي خوتي. اليوم درت مع راسي باش نفيق مع سبعه جمعه ونمشي نجري وداك الشيء احياء الطاقه الايجابيه. ساعه غلبات نفسي وبقيت نطايفه. تصور معايا كتفيق وكتنوض كتقول ايوه نوض كتقول وكتحس بالعيا ماشي مشكل. بقى النهار ديالنا طويل ونتغلبوا عليه ان شاء الله. اليوم بقيت وريتكم الفطور اللي وليت كندير. ولكن شنو نفطر به هاد الجبن هذا اللي كتشوفوني كلشي بلدي وعادة بلديتها في الزيت. هذه الزيته بلديه مسكينه. الخبز ديال الزرعه واه بقيت وليت بس الفطور وغادي نخرج. قبل ما نخرج ان شاء الله غادي نوريكم الهامستر فين وصلوا. شوف الدراري شوف كبروا ترى كبروا. شوف 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 هذا ولا كيتمشى شي كم دابا بقيت نخرج. كنت عجبني كيسولوني في الحقيقه الدراري وكيقولوا لي علاش ايوب علاش ما كتبدلش حوايجك. والله حتى كتبدلهم بالله العلي العظيم. صايل هذا اللي لابسو انا دابا كيعجبني بزاف وخصوصا كنرتاح فيه حسب راسي نورمال. عاد واش عندي الفكره هو انني فعلا بيل دري ما بقاتش في اللبس ما بقاتش فيش لابس ما بقاتش في دير. بعد شوف اخوكم نفس اللبسه من يبدا والحمد لله بيس بخير. لحد الان مازال كنصور في ذاك الفيديو باق ما لحتوش. هادشي علاش مين تشوفوني لحتو عارفو خوكم راه بزز باش دار ديك الافكار وبزز باش صور داكشي. هادشي علاش مين نزلو ان شاء الله بغيتكم تدعموني فيه ديال بصح. شوف بصح عمري وريت لكم شي. دابا غنوريكم اول مكان تصور معايا. اول مكان جبت فيه الكاميرا ودويت فيه قدام الناس وقررت تصور فيها. الله هاد البلاصه بالضبط جبت فيها الكاميرا ودويت وقلت ايوب حيد الحشمه ايوب حيد كل شيء دير السنطيحه وخرج للناس. اه هو شدو فهاد الشيء نوي. هاي هاو ار يو جود جود وير ار يو فروم شانهاي. شانهاي كان يو جيف ذا بيبل هو وان تو ترافل كان يو جيف هيم ا تيبس او سمثينج لايك هاو ميك ترافل ايزي اور سمثينج لايك ذس. اي ثينك ذا ايزير واي از to me, I prefer do not plan everything in advance. Do not fix everything in advance. It's not like in a rush, just to be relaxed. And like you go to somewhere and like I'm here in Chapshaven. And I feel like this city is so beautiful and I want to stay here longer. So this morning I told my host that I want to stay longer. So you don't decide or something like that? Yeah, I do not decide. That's cool. Yeah, me, yeah, because I'm working, so I know by when I have to go back. So before that, I do not fix everything. Just go somewhere and relax myself. I have a friend in Shanghai. Okay. So, Shanghai people. Hello, Shanghai. واحد صدفة عالمية. أخنا شينا. Yes, كيف شو جابت؟ أكيد. أكيد. والسلام. السلام عليكم. السعودية. العراق. الجديدة وشفشاون. تلاقينا احسن صدفة وتلاقينا هنايا ودابا راه جالسين كنت حتى دردشة منا كنتعلموا الحمد لله لونجلي كندرشوا معاهم بلونجلي ومنها الحمد لله جالسين كنستمتعوا معاهم. شكرا شباب. يا هلا شكرا خويا. حكا باو سميتو باو باو لا جو 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 انا قلت لك باو جو كيعرف شويه العربيه. يا يو سبيك ا ليتل عربي. يا 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 محسن تيتش يو وا السلام عليكم شكرا خويا. شكرا خويا. جحال حادي شحال شحال هادي. شحال هادي. يا هادي ذاتس كول نجدة. بغى يقول نجدة نجدة. انا عندي موقف ممكن اذكر. انا احاول هنا اتنكر بالزي يعني اتكلم كاني مغربي في المحلات. امس رحت محل اشتري شيء فقلت نفس الكلام شحال هذه. فهو رد علي قال لي وكمل الشباب قال لي
رد علي قال لي المبلغ. طيب لما طلعت قلت للشباب هل انا اتوقع خدعته يعني؟ قال ما خدعته، هو عرف انك خليجي. كيف؟ قال رد عليك درهمين. قال ردك السعر درهمين، لو انك مغربي كان قال جزء درهم. يا جزء درهم درهمين. ما فيها مصاعب. يعني مستحيل صح صح تتذكر يا. وكما كنت تشوفوه سعد من العراق. وعايش بالسويد. عايش بالسويد. يا عايش بالسويد. والله شكرا. تحية لأهل العراق وتحية لأن في متابعين بيتابعوني من السويد. يا وين تسكن في السويد؟ ستوكهولم. وتحية لأهل للشباب اللي عم تابعوني في من العراق، وتحية لأخوتي اللي كيتابعوني من السويد. السويد يا السويد. الشباب بيحبون السويد عشان الفتيات جميلة في السويد. والله هنا أجمل. أجمل هنا. اسمع السعودي بده يتزوج بوحدة شونية. اي والله. ها قال لك والله ما راح اروح حتتزوج فيها شونية. والله على سنة الله. على سنة الله. تعال شي الله لقيت من دابا سريف. انا كان خرج كان كنت لقى مع بزاف ديال الناس. واو. ولا ما لقيتش ولا غادي نمشي. ان شاء الله ان شاء الله باش عاوتاني نحيو الطاقة الإيجابية. بدات هنا الأجواء ديال عاشورة. شوف الناس كيلعبوا الألعاب. شير. ونصور لكم الأجواء كيفاش كدوز هنا في عاشورة إن شاء الله. فعلا كدوز عندهم رائعة جدا. قصب السكر. كتعرفوا قصب السكر؟ أنتم قصبوا اليوم كام؟ هذا المحل. ضروري 12. قرب لاصال عرفتي شحال ما جيتش لاصال. تصوروا معايا هادشي علاش هاد الايامات اللي داس عليا بس هي شويه قاصحه، ولكن الحمد لله ونعود مجددا. الحمد لله واخيرا رجعنا شويه الطاقه الايجابيه وحيدنا الطاقه السلبيه. والله السبور في حقيقه من بين الاشياء اللي اكثر من رائعه، كتستنشق عاوتاني الحياه من جديد. هاد النهار الحمد لله داز رائع جدا. واخيرا صمنا الفيديو اللي كنت كنقول لكم شحال هادي باغي نلوحطو باغي نحطو باغي نحطو. غدا ان شاء الله غادي نلوحو لكم. وما تنساوش تدعموا خوكم ياس، ديروا لي جيم وحاولوا تبارطاجيو ما امكن مع الاصدقاء ديالي. ان شاء الله ان شاء الله تنجح في المغرب ان شاء الله. يلا خوتي نقول لكم تشاو تشاو. غدا سيكون اجمل. It's a new day. But do it with energy, you know? Because people gotta say it. I put it in the first video, so that's why I want to make people more energy. Yeah. It's the same. It's a new day. Okay. It's a new day. Okay. Okay. 1, 2, 3. It's the same. It's a new day. Thank you so much.